هل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ وهل تصح صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد؟ الذي ينقض الوضوء ينقض التيمم لأنه بدل منه، ومما ينقض التيمم وجود الماء والشفاء من المرض الذي يتيمم الإنسان من أجله، وانتهاء السبب الذي ألجأ إلى التيمم كاعتدال الجو بعد البرودة أو غياب العدو المتربص مثلا. ولو زال السبب بعد الصلاة لا يعيدها بالوضوء، أما إن زال بعد دخوله في الصلاة فالوضوء ينتقض. والتيمم يكون لصلاة فرض واحد وما شاء من النوافل، وذلك عند الشافعية، وغيرهم يجيزون صلاة ما شاء من الفرائض والنوافل كالوضوء تماما. وحجة الشافعية أن الوضوء كان لكل فرض كما في الآية، ونسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى عدة فروض بوضوء واحد. وأن البيهقي روى بإسناد صحيح عن ابن عمر قوله يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث. وكذلك لا يجمع بالتيمم بين صلاة فرض وطواف فرض، ولا بين خطبة الجمعة وصلاتها، والله أعلم.